السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في الحلقة بغيت نقدم لكم أقوى مشروب ساخن لفتح الشهية والزيادة في الوزن، خصيصا في شهر رمضان المبارك. قبل ما نتكلم لكم على هذه الوصفة ديال اليوم اللي هي عبارة عن مشروب، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناتي وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. هذا مشروب رائع، كيتخاد من بعد وجبة الإفطار مباشرة بنصف ساعة. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو لهذا المشروب جوج ديال المكونات، غادي نحتاجو المكون ديال الزعتر، هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا أخواتي، مكون ديال الزعتر. وغادي نحتاجو في المكون الثاني المكون ديال باديانة الصينية، لا نجيمات كما كتشوفوا معايا أخواتي، هي كتكون على شكل نجيمة. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو اخواتي. هذا الوجبه هذه راه معروفه بزاف، كتستعمل في التوابل. بالنسبه لطريقه التحضير، اسهل ما يكون غادي تاخذي اختي واحد الكاس، غادي توضعي فيه نصف معلقه صغيره من الزعتر ونجيمه واحده من هاد النجيمات هادو ديال وجبه باديانة، وغادي تصبي عليهم اختي هاد المكونات الماء المغلى على شكل اختي كما غتشوفي معايا. غادي تاخذي واحد الكاس، غادي ديري فيه نصف معلقه صغيره من هذه الوجبه ديال الزعتر، نصف معلقه صغيره هكذا، وغادي توضعي واحد النجيمه وغادي نصبوا على هذه المكونات الماء المغلى. بحال الشكل اختي، هذا هو المشروب ديالنا اللي كيصلح لفتح الشهيه وبالتالي الزياده في الوزن كما كتشوفوا معايا اخواتي. غادي تغطي اختي هذا المشروب ديالك باي غطاء متوفر عندك بحال الشكل اختي، وتخليه لمده نصف ساعه. ومن بعد مرور هذه المده هذه اختي غادي تصفي هذا المشروب هذا وتحليه بالقليل من عسل النحل الطبيعي اذا كان متوفر عندك بطبيعه الحال. غادي تحركيه اختي واحد شويه باش يذوب العسل وتشربيه. هذا المشروب هذا اخواتي كتشرب مره واحده من بعد وجبه الافطار بنصف ساعه. هذا المشروب هذا كيجي المذاق ديالو زوين بزاف، وكيجي حتى العسل حتى هو كيحلي وكيجي هذا المذاق حلو زوين. والناس اللي ممكن لهمش يستعملوا هذا المشروب هذا، المراه الحامل كما كنقول لكم ديما ممنوع ليها تستعمل شي وصفه طبيعيه بدون استشاره مع الطبيب اثناء فتره الحمل. الناس اللي عندهم امراض مزمنه ولا حساسيه من هذه المكونات دائما ضروري يستشيروا مع الطبيب ديالهم قبل ما يستعملوا شي وصفه طبيعيه. وبالنسبه للناس اللي عندهم ما عندهم حتى شي مشكل صحي، يمكن لهم يجربوا اي وصفه طبيعيه بغاو. وديما خاصنا ما نكثروش من هاد المكونات هذه ولا هاد الاعشاب، ناخذوا من هاد المكونات غير القياس. هاد المشروب اخواتي كيفتح الشهيه للاكل باذن الله، غير خاصنا نعاونوا بتناول الوجبات الصحيه والخضر والفواكه وشرب الماء بكثره. بهالطريقه باذن الله غادي تزيدي في الوزن ديالك وما غاديش تفقدي الوزن في رمضان. ولا تناولتو وجبه ديال الافطار خاصنا نتحركوا شويه، مثلا نقوموا بالاشغال ديال البيت، خاصنا ما نبقاوش غير جالسين باش ما نشعروش بالخمول. وهذا المشروب هذا حتى هو غادي يعطينا النشاط والحيويه، وهذا المشروب كيخفف حتى من الانتفاخ والغازات اللي كتكون في البطن ديالنا، وايضا غادي يخلصنا حتى من المشاكل ديال الجهاز الهضمي بصفه عامه وبالخصوص في شهر رمضان. وبالنسبه اللي عندهم حساسيه من هذا المكون ديال الزعتر ولا المكون ديال البديانة ما يستعملوهش. المهم اخواتي كما شفتوا معايا هذا هو المشروب ديالي، وجدته من قبل هو كيفاش كيولي. الماء كيتغير اللون ديالو شويه، بديانة والزعتر كيطلق اللون ديالو. كنتمنى الصوره تكون واضحه. هذا هو المشروب ديالنا اخواتي، كنتمنى منكم تجربوا هذا الوصفه هذه ديال اليوم. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي بغاو يفتحوا الشهيه ديالهم يتناولوا الطعام بكميات تكون مزيانه بزاف باش يتزاد لهم في الوزن ديالهم طبيعه الحال مع مساعده هذه الوصفه هذه هذا المشروب هذا، التغذيه تكون صحيه ومتوازنه والحاله النفسيه تكون مستقره. هذا المشروب هذا زوين، غادي يعطي حتى الجسم ديالك النشاط والحيويه. كنتمنى اخواتي هذه الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. وبالنسبه للاخوات والاخوان اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.